اخوتي المشاهدين الاعزاء الغاليين، كيبقيتو مع الصحيحه، كيبقى وليداتكم، كيبقى معز عليكم. كنتمناكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحه جيده يا ربي. واليوم خصكم يطجيسكم في فيديو ما فيه لا طياب لا تسياق لا عجينه لا حتى شي حاجات. خصكم يطجيسكم الشكر الكبير وشكرا اخوتي المشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن، الدول العربيه في المكان. اخوتي الجزائر خاوة وما كاين عداوة الحباب، تحية لكم عزيزة وغالية على الوقوف اللي واقفين معايا وعلى التسوى اللي كتسولوا فيا والبكا اللي بكيتوا معايا. وشكرا للدول العربية في المكان داخل الوطن وخارج الوطن، شكرا لكم بزاف. الله يجعل ربي يحفظكم ليا والله ينصركم ليا والله يجعل ربي يطول لي في عمركم. وكتعيطوا لي وسندتوني اخوتي وعيطوا لي البارح اختي ما تخرجيش ما تسحبيش من اليوتيوب انت وعمي الطيب اخو، وكتشكيو لي وكتبكيو معايا وكتموتوا عليا اخوتي، وتا انا كنموت عليكم وهنا كنعطيكم عليا. والله يجعل ربي يخليكم ليا والكلمه الصيفيه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخوتي، تحيه اخوتي المغاربه وصل الطيبه الكرماء اللي صراحه نايطو هضرت ولكن ارتبط شي شويه والله مش قادر تزيد شويه. شكرا للمغاربه اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن على حبكم ليا. تحيه اخوتي الجزائر داخل الوطن وخارج الوطن باصول الطيبه الاحرار على حبكم ليا، وتحيه الشعوب العربيه كامله اينما كنت داخل الوطن وخارج الوطن. كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله، نهار ان شاء الله يكون عليكم مبروك الصحه والهناء على حبكم على وفائكم ليا باخلاصكم. لحقاش انا كنت غادي ننسحب من اليوتيوب ولكن يعني بحبكم و لي كومونتير ديالكم اللي البارح يعني قراهم لي ولدي ووليداتي كاملين حدو كيقراو. يعني انا البارح بكيت ما نكذبش عليكم، بكيت وبكاو لي اخواني دخلوا معايا يعني عيطوا لي في الواتساب وقال لي عمي الطيب الا خرجتي من اليوتيوب حنا ما غنبقاوش في اليوتيوب، خرجوا وما تخرجش من اليوتيوب، وانت بانا انت خونا انت عمنا وحنا خوتي عمرني ما نتخلى عليكم. خالتكم يطوم واعداكم والاخ ديالي والميمات ديالي وخياتي وليداتي وبنياتي، راني ما نتخلاش عليكم، راني عاطياكم وعد قلت لكم خالتكم يطوم الا ما جاتها الموت عاد تسحب من اليوتيوب. عمرني ما نتسحب من اليوتيوب، حيت كيما كعرفتوني نهار الاول تعرفوني نهار التالي كيف اخوتي، عمرني ما نتبدل انا. خالتكم يطوم اللي فيها راكم عارفينه. وان شاء الله كما قلت لنا اخوتي المشاهدي خصكم ديرنا فيديو مع مريم، ان شاء الله حنا نمشيو ان شاء الله لهاد الايام ان شاء الله نمشيو للعربيه. باه انا وياها راه هضرت معاها البارح، هضرت الوالده مع مريم. والله اخوتي ما بيني وبينها غير الاحسان ومرت حمايا انا وياها، عمرها ما سمعت كلمه العيب مني. هضرت معك البارح مريم قالت لك اجي عندي. سمعت معايا وقالت لي اجي عندي، وعمرها ما تسمع مني كلمه العيب، وهي عمري ما سمعت منها كلمه العيب اخوتي. وهلا خطيكم عليا وكتفكروا اختكم يطو وكتبكيو معايا وواقفين معايا، والله اللي وقف معاكم والله يجيبها لكم في الميزان المقبول اخوتي، وراني عمرني ما نتخلى عليكم محدي بالحياه. وقلت له اختي يطو اذا ترى ما قديتيش جلسي غير قدامنا وهضري غير معانا وبارك علينا وحط لنا غير كويزات ديريه لنا وقابلين عليكم. وشكرا لكم وشكرا على هذا الكلام الحلو اللي تخرجوا فمكم، وهلا خطيكم عليا والله يجعل ربي يخليكم ويخلي لكم وليداتكم ويطول ربي في عمركم ويخلي عمكم الطيب يهتر معاكم. وكما نكمل اخوتي وخواتاتي وليداتي احبابي، شكرا لكم بزاف على وفاكم على الوقوف ديالكم معايا على حبكم لينا الصراحه، لان الحب كنتبادلوه كما كتحبونا راس حنا كنحبكم في الله عز وجل، لان حبكم كبير علينا وجميلكم كبير علينا كما كنقول دائما، يعني الجميل ديالكم عمري ما غادي ننساه ابدا ابدا على وقوفكم. وانا اي واحد هضر بيا بسوء كنسامح له في الدنيا وفي الاخره، وكان حنا كلنا كنغلطوا ويمكن هاد الناس غلطوا في حقي، بزاف الناس ما كيعرفوش حقيقتي مزيانه ولو قالوا لنا شي اخطاء، لكن بيناتنا الله عز وجل هو اللي كيرقب وكيشوف داك الشيء. انا ما كنكذبش، واللي قال كنكذب يصارحني ويعطيني شي دليل انه عمري كذبت عليه وواجهني فيا كذب. ما عمري كذبت على شي واحد، وما عمري خنت شي واحد، وما عمري ديت شي امانه ديال شي واحد، وما عمري يعني خنت العهد. الحمد لله انا معروف بيا في هذا الشيء هذا الحمد لله. حيت قالوا لك البارح
خرج في شي فيديو ديال الاخر تيقولوا له جبت واحد ما نجبدوش، قالت لك خرج، ولكن حنايا كان سبحان الله عز وجل، سبحان الله عز وجل هو اللي كيراقب اي واحد على ما قال وعلى ما على ما تختم في قلبه. لكن انا كنسمح لكل القنوات اللي يهضروا فيا الله يسمح لهم، وحتى الناس اللي يهضروا فيا الله يسمح لهم، لكن اي واحد ما نسمحلوش الا عنده شي دليل عليا وما فضحنيش به ما كنسمحلوش. انا هذه اللي غنقولها له اللي هو عدو ديالي، اما انا عندي احبابي وعندي اخوتي الحمد لله، وكنطلب منكم المسامحه، وكنطلب منكم يعني اذا خطات او غلطت في حقكم كنعاودها ونكرر، اي واحد خطات في حقه يسامح لي، حتى انا بشر ويمكن لي واحد النهار غادي نخطا، لكن كنطلب منكم المسامحه وراكم عزاز عليا، واخا هذوك اللي قالوا فيا شي حاجه خايبه غادي تدور الايام غتولي تعرفوا عنكم الطين مزيان وغتولي تحبوا. الشباب هادي اللي ولاو لعندي وقالوا لي اختي هادي دارهم، بديت عندكم دارهم، هادي داركم، مرحبا بكم، كأن انتم واحد من الاهل ديالي. والله حنا شوف راه ولادنا وكيقال هذا وكيتغيروا بيناتهم، الابناء مع الاباء كيتغيروا، ولكن ضروري الصالح ضروري كتولي تنزل الرحمه بيناتهم. حنا خوتكم، حنا يمكن اباء ديالكم، يمكن اصدقاء ديالكم، يمكن نخطئوا، ولكن خير الخطائين التوابين. الله يتوب علينا جميعا. كنطلب منكم العذر، سامحوا لي الا خطات في حق شي واحد او غلطت في حق شي واحد، المسامح كريم، الله عز وجل كيسامح لنا. حنا ضروري حتى حنا نكونوا متسامحين بيننا ونترحموا بيننا. الله عز وجل من يرحم في الارض يرحمه الله في السماء، من يرحم في الارض يرحمه الله في السماء عز وجل. شوف رب العالمين، وكما قلت لكم حنا كنطلب منكم دائما المسامحه المسامحه المسامحه، يعني خطات في شي حق شي واحد وحتى اللي خطا في حقي انا راه كنسامح له مسامح الى يوم لقاء الله عز وجل. ولو غلط في حقي كما قلت لكم غادي يجي يوم وتعرفوا عليكم الطيب على حقيقته وعلى صدقه وعلى وفائه. كويس هذاك ما كنغش وما كنكذبش، اي حاجه راني درتها كنديرها خالصا لله، اي حاجه عملتها كنعملها لوجه الله عز وجل، ما فيها لا سمعه ولا رياء. كنتمنى الله عز وجل يوفقنا في الخير ان شاء الله، كنتمنى الخير ان شاء الله. انا كنتمنى، انا درت جمعيه غير باش ندير الخير، درت جمعيه لاني كنعرف ناس اللي هما محتاجين كثار مني، كنعرفهم بزاف مضرورين كثر مني. كنتمنى ان شاء الله عز وجل يوفقني في الجمعيه ديالي، وراني كنت تحت لواحد الفيديو ديالها واحد المره، لكن مازال ان شاء الله غادي غير نرتاح واحد الايام شويه وغنلحقكم ان شاء الله الجمعيه ديالي. كنتمنى غير ندير فيها واحد الباديره ان شاء الله ولو بالقليل غير باش يعرفوها الناس، وغادي ان شاء الله نخدموا كل شيء لله عز وجل، ونتمنى تكون ان شاء الله موفقه خالصه لله عز وجل، ما فيها لا سمعا ولا رياء، ولكن كل حاجه راه غادي تتحط كتابه، ما كاين لا غش ولا خيانه. واي واحد الا حملني بشي مسؤوليه الا غادي نتحمل بها هنا في الدنيا ويوم لقاء الله عز وجل، كلنا غادي نتحملوا المسؤوليات ديالنا، ما غاديش شي واحد اللي غادي يمنع منا. ان الامانه عرضنا الامانه على السماوات والارض فامن يحملها فحملها الانسان ان الانسان كان ظلوما جهولا. وتحيه ليهم بزاف، يعني انا حافظ ما تيسر تبارك الله اللهم بارك، كنصلي بها كنصلي بالناس الاخوان ديالنا، ونتمنى الله عز وجل يقبل منا جميعا، ويكون ان شاء الله هذا الكلام في الصحيفه ديال الاباء ديالنا جميعا، في الصحيفه ديالنا جميعا. الوالدة مسكينة عاد نورت. نعم والله كتعيانة مسكينة. قسما بالله محد العربي. ما الا عاد نورت مسكين، وكنتمنوا لخوتنا المشاهدين كما نورتونا والدينا ودخلتوا عنا وفرحتوها، الله يجعل ربي يحفظكم وليداتكم ويفرحكم ربي يا رب. الاب ديالكم حسبوني عمكم، انا حاسبكم عائلتي، الله يخليهم لينا يا ربي امين. فرحتكم راه كما كتفرحوا لي راه كنفرح، وملي كت يعني كتبركوا عليا راه كان كي قال هذا كنتعذب، يعني ما كنقدش على المشاكل. نعم العيد اخوتي ما عندناش المشاكل الحمد لله. نعم العيد بحال اللي راه عندنا الكنازه كل حنا العيد دوزنا ما دوزناش هذا العام. والله ما عيدنا بالله. ما دوزنا مزيان. ما صورنا فيه ما درنا والو. صراحه هي هذه يعني كنتمنى ان شاء الله. الله يفاجئنا شي ايام اخرى ان شاء الله نفرحوا فيها جميعا، ونعطيو لخوتنا شي حاجه اللي هي ترضي المشاهد ديالنا وترضي بلادي، لان انا كنحب بلادي وكنحب وطني وكنحب المواطن ديالي، وكنحب المغاربه، كنحب مليكي، كنحب الشعب ديالي من طنجه حتى القويره، وكنحب الشعب المغربي داخل الوطن وخارج الوطن، كنحب خوتنا الجزائر حبا حبا في الله عز وجل، كأن كنحب بلادي كما كنحب بلادي كنحب خوتي الجزائر، لان عزاز عليا وغاليين عليا حتى هما، لان خيرهم كثير عليا حتى هما. ما ننساش الجميل ديالهم، راه الله عز وجل دابا ان شاء الله حضنا غادي تجمع الشمل وغتولي بلد واحد ان شاء الله، ويدخلوا ونخرجوا حنا وياهم، وغنمشي للجزائر ان شاء الله، لان كيعيطوا للجزائر نجي للجزائر،
لكن كنتمنى ان شاء الله عز وجل تفتح الحدود بين الشعوبين ونكونوا ان شاء الله في حسن الظن ديال الجميع ونكونوا كنتحبوا كما كنتحبوا في زماننا الاول ديال اجدادنا ان شاء الله عز وجل. كنتمنى للشعب المغربي الازدهار ونتمنى الحفله اللي نديروها ان شاء الله ان شاء الله عز وجل. ما بقيناش نديروا الحفله ديال 56 نديروا الحفله ديال خوتنا المشاهدين ان شاء الله نديروا لهم ان شاء الله خاصه بكم خاصه بكم ولكن نديروا حفله خاصه بالمشاهد ديالنا وبالمغاربه والجزائر والشعب العربي ان شاء الله خوتنا المشاهدين. تحيه للمغاربه فيما كنتم، تحيه للجزائر فيما كنتم. كنتمنى الاستقرار لبلادنا ولبلد الشعب العربية كامله. كنتمنى الشفاء لملكنا، الله يحفظنا وينصرنا رب العالمين. كنتمنى لكل الشعوب العربيه تكون في الازدهار وفي الامان وفي الخير ان شاء الله. انا راني خاصني شي شكرا خوتي المشاهدين على داك الكومنتات الزوينين بحالكم، الله يزين ايامكم. شكرا على التعيط اللي تتعيطوا لنا وتسولوا فينا وتبكيوا معنا وتواسيونا، شكرا لكم بزاف. وشكرا على هذا الفيديو، تنتمنى هذا الفيديو تتبعوا هذا خاص بكم، خاص بكم فرحتكم وبحبكم عطينا لكم ان شاء الله. وتحياتي ليهم، ما نطولوش على خوتنا المشاهدين، دائما احنا معاكم وانتم دائما معنا خوتنا المشاهدين. والله يخليكم وليداتكم ويحفظكم ربي يا ربي امين. وبسلام عليكم اخوتنا المغاربه.